أرضها الطاهرة المقدسة كان الأنبياء. وهنا نفخ في الطين فخلقت منه طيور تحلق في سماء الحرية. وهنا كانت مريم. وهنا طرد السلام في أرض السلام. وهنا ومن مغارة الظلم انطلقت الصرخة الأولى عند ميلاد الشيخ أحمد ياسين. ليس بعيدا عن مدينة عسقلان التاريخية كان مسقط رأسه. إنها قرية الجورة الساحلية التي تزهو بصفاء جوها ورقة بحرها وجمال عناقيد عنبها. عندما ذهبت إلى أمي بعد الولادة فأجيت عليها بقول لها ليش أنت يعني يا أمي مختلفة مع أبوي في الاسم وحاجة زي، بتقول لي يا بني خلاص هذا اسم مسمى. قلت لها طب إيش اللي مين اللي سماه؟ أنا يعني زدت معها الكلام. قالت لي إنه احنا لما اول قبل ما احبل في الشيخ وانا نايم على طهارة اجاني واحد في الليل وقال لي انت بديش تحبلي في ولد واسمه احمد. فقمت من نص الليل وقمت اتوضيت وصليت دعيت لهم. عوال ثاني ليلة اجاني وقال لي بديش تحبلي في واحد اسمه احمد واسمه سميه غير احمد. فعود استغفرت ربكم. ثالث ليلة قال لي أنا مش شيطان، أنا رحمن وهذا اسمه أحمد وإن شاء الله حيكون له مستقبل. للزمان دلالته ومعناه، فقد تزامنت صرخة ميلاده مع انطلاق الثورة العربية الكبرى على أرض فلسطين، لتنضم صرخته لآلاف الحناجر الفلسطينية الرافضة للذل والقهر والاستيطان الصهيوني. وفي ظل الفقر والحرمان والصبر مات والده إسماعيل مخلفا وراءه ستة من الأطفال. كان أحمد ثالثهم ليتجرع مرارة اليتم وهو في الثالثة من عمره، وليلتحق بمدرسة القرية ويتعلم اللغة والأخلاق. ورغم ذلك نراه يبرز بين أقرانه سنة بعد سنة، ويكبر ما بين أمه سعدة ومدرسته وإخوانه والفراشات التي تحلق في سماء قريته الجورة. وصابتي كانت من الاحتلال الصهيوني وانا نايم على سريري، اصبت بغاز مثل الدموع من جراء ضرب الصهيوني علي بنجلة الغاز، وخايف ينزل علي وانا على الكرسي صوري من الطيارات الصهيونية زي الشيخ احمد ياسر. وعلى غير انتظار وبينما كانت طيور النورس تحط على شواطئ القرية الآمنة، كانت طائرات الصهاينة تلقي بحممها على الآمنين لتدفن عائلات بأكملها تحت تراب بيوتها. وليرحل أحمد في صباح الرابع من نوفمبر عام 1948 مع من تبقى حيا من رجالها ونسائها لاجئين إلى غزة التي فتحت ذراعيها للمذبوحين في كرامتهم والمطرودين عنوة من ديارهم. وها هو الآن طفل في الثانية عشرة من عمره، لا يملك سوى ذكريات طفولته وبعض الأصدقاء وحزن
لا يبرح العيون التي ما فتئت ترنو إلى الوطن المغتصب من بعيد. قرية الجورة كانت تشكل هم كبير وحنين في نفس الوقت لدى الشيخ، فقد كان الشيخ الشهيد المجاهد أحمد ياسين رحمه الله كان يكثر الحنين إلى قرية الجورة بالذات، وكنت عندما أناقشه في قضية الاتفاقيات التي كانت تطرح، اتفاقية أوسلو، وتستثني هذه القرية من الحل، كان دائما يقول أنا أرفض هذا الحل لأنه لا يعيد لي قرية الجورة، لأنني ولدت فيها وترعرعت فيها ونشأت طفلا، وكنت دائما أو دائما ما أتذكر طفولتي فيها، أتذكر أمي وهي تداعبني، أتذكر والدي وهو يحملني على الفرس ويمر في طرقات أو أزقة قرية الجورة، أتذكر عندما كنت طفلا وأجلس على شاطئ البحر أنظر إليه، حتى لقد ذكر لي مرة أنه كان يجلس على شاطئ البحر ورأى معركة تدور بين زورق مصري وطائرة عسكرية، فالطائرة العسكرية الصهيونية كانت تمر فوق الزورق وتلقي بأحمالها على الزورق. استمرت الطائرة تاني من باخرة لما خلص مدينة وشت ثم باخرة طلعت سليمة. لقد شاء الله تعالى أن يتضاعف حزنه حينما سقط على رأسه وهو يلهو مع رفيقه عبد الله الصيام، ليظل مدى العمر مشلول الجسد. وكم كان الشيخ نبيلا عندما أخفى عن أسرته وهو في 16 من عمره سبب إصابته بالشلل، خوفا من نشوب عداوة بين عائلته وعائلة رفيقه. لم تمنعه الإصابة ولم يعقه الشلل عن إكمال مسيرته التعليمية، حتى أنهى الثانوية العامة بتفوق كبير عام 1958، ليحظى بعدها بوظيفة مدرس في إحدى مدارس غزة. فالقصة بتاعت الحاكم لما يعني يشاء الله أن يكون عنده ابن مارد، فلما راح الشاب قدم له ملف فقال له ده مشلول وده بيعرج وما ما ينفعش مدرس، قفزت في ذهنه صورة ابنه، فكتب لهم على الملف يعيني فنرجو له الشفاء، فتم التعليم بالأمر من فوق. لقد أراد بحق أن يكون أستاذا للجيل، تحدى العجز الجسدي وأطلق للروح عنانها وشارك في قضايا مجتمعه وقومه مشاركة منقطعة النظير. كان رجل رباني، معاملته طيبة، كان عندما يزعل كان يبتسم دائما، وإذا أحد أغضبه أيضا كان يبتسم. اشتغلت مع الشيخ سنة ونص، فكانت معاملته معاملة يعني ليس لها مثيل، و يعني عندما الإنسان يتضايق من أي شيء كان يهتم فيه الشيخ. الشيخ رجل رباني، يعني عندما نخدمه كنا نحس بالعبادة ونتفاوض مع بعض على يعني مين يقدر يخدم الشيخ. ها هو يثور غضبا مع إخوانه في مصر وغزة عندما داهمهما العدوان الثلاثي الظالم، ووقف خطيبا مفوها يحارب الاحتلال ويقاوم الغدر ويرفض التوطين، يؤمن بحق اللاجئين بالعودة الكريمة الآمنة إلى ديارهم وبيوتهم، رافضا أي بديل عن ذلك.
احنا إلنا وطن مسلوب. انا إلي بيت في عسقلان وإلي ارض، وهذا في يافا وهذا في غزه وهذا في ارضنا مسلوبه. فاحنا بنطلب حقنا، ما بنطلبش اكثر من حقنا. احنا ما بنكره اليهود وبنقاتل اليهود لانهم يهود. اليهود اهل دين واحنا اهل دين. احنا بنحب كل اهل الاديان. اخويا هذا اللي من امي وابويا اللي دينه مسلم، اذا اخذ بيتي وطردني منه انا بقاتله. انا بقاتل اخويا. بقاتل ابن عمي اذا اخذ ارضي وبيتي وطردني. فلما اليهود ياخذ ارضي وبيتي وطردني منها كمان انا مستعد اقاتل. انا ما بقاتل امريكا ولا بريطانيا ولا دول اخرى، انا كل الناس معهم بسلام. بحب كل الناس وبحب الخير لكل الناس. كمان بحب الخير لليهود. واليهود عاشوا معنا طول حياتهم، عمرنا ما اعتدينا عليهم. وعمرنا ما اسالنا لهم يعني وصلوا الى مناطق عليا من الوزارات والحكم والاغنياء. مين اللي بيعتد عليهم؟ لكن هم لما ياخذوا ارضي وبطني وبيتي وتشردوني منه، انا عندي 4 مليون فلسطيني مشرد في الخارج. مين احق يروح لوطنه؟ اللي جاي من روسيا اللي له 2000 سنه مبعد عنها، ولا اللي له 40 سنه طالع منها؟ مين احق ان يعود لها؟ احنا ما بنكره اليهود، لكن بنقول لليهود اعطونا حقنا بس. حبه وانتماؤه للدين ثم الوطن والقيم الإنسانية دفعه للمزيد من العطاء، ليصبح خطيبا بارزا في مساجد غزة، يحمل مبادئ حركة الإخوان المسلمين، ويطوف المساجد من الأبيض إلى العباس إلى الكنز وغيرها من مساجد غزة، ليعلو صوته حادا ومقاوما أكثر. إسرائيل على احتلال باقي التراب الفلسطيني عام 67، لم تفت النكسة من عضد الشيخ الذي كره الظلم وكره الصمت على الظلم، فتحرك بما تبقى من أعضاء جسده المشلول يقاوم الاحتلال على كل المنابر وفي كل الساحات، يبني جيلا من شبان الإخوان في كل أرجاء قطاع غزة، ولم يعق من حركته ومتابعة عمله ملاحقة مخابرات الاحتلال. ظل الشيخ أحمد ياسين كذلك حتى عام 1977، حيث بدأ بخطوات عملية لترسيخ العمل المنظم المتفاعل مع الجماهير قولا وفعلا. فكان إنشاؤه للمجمع الإسلامي في غزة فاتحة عهد جديد في مجال التخفيف من الأوضاع المأساوية لأبناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وقاعدة لنشر الفكر والثقافة والقيم الأخلاقية بين شباب القطاع، وليصبح المجمع الإسلامي نموذجا حضاريا إسلاميا في كل أرض فلسطين. كل التحية والتقدير والاحترام لهذه الأمة الجريحة، وكل الأخوات والأمهات من أمثالها اللي قدموا نموذج عالي أن تندفع للأبناء للاستشهاد. لا يمكن أن نقدر موقفها بكلمات، بل موقفها عظيم جدا، لأنها تحيط روح جديدة في نساء فلسطين المسلمات المؤمنات، في روح النساء الإنسانية اليوم خنسوات فلسطين. وفي عام 1983 أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال الشيخ أحمد ياسين، وحكم عليه بالسجن 13 سنة بتهمة حيازة الأسلحة وتشكيل جهاز عسكري للمقاومة، ولكن سرعان ما يأتي الفرج بالتحرير عام 85 في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل والقيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة أحمد جبريل.
وعلى إثر عملية قتل عمد لعمال فلسطينيين من قبل إحدى الشاحنات الإسرائيلية، اندلعت الانتفاضة الأولى المجيدة عام 87، ليعلن الشيخ أحمد مع مجموعة من رفاقه انطلاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، وليصدر بيانها الأول في 14 من ديسمبر عام 1987. ومرة أخرى يجد الشيخ المقعد على عربته نفسه أمام المحكمة الإسرائيلية مع المئات من أبناء حركة حماس وقادتها، ليصرخ وسط القاعة قائلا: أنا لا أعترف بكم، أهلا لمقعد القضاء، فأنتم حكومة غير شرعية لبلادي. ليحكم عليه مدى الحياة 15 عاما أخرى، وليثقل عليه المرض في الزنازين وغرف التعذيب، فيفقد بصره في العين اليمنى وتتسارع إليه الأمراض وهو خلف القضبان. فهذا هي المحلول اللي كان الساعة 10 تقريبا بالليل أو 9 أو 10 مساء يوم الأحد، كانت في إيد الشيخ وعطيته إياها، حركته إياها أنا وابنه عبد الحميد ليقعد الآن في مستشفى الشفاء. وعندما خرج الشيخ إلى الصلاة وللاعتكاف في المسجد وقصف أيضا، ولا زال السرنج المحلول موجود في يده، ودفن الشيخ ووري التراب والسرنج بيده لحتى الآن. فكان الشيخ يعني لا يستطيع أن يتمكن أو يساعد نفسه في أن يشرب شربة ماء، أو حتى لو أعطيته حبة حبوب أو كبسة ولا بإيده لا يستطيع يتمكن أن يضع في فمه، إلا إنسان آخر هو اللي يساعده إبها. إحنا اليوم بنسأل سؤال للعالم الذي يعد نفسه متحضر ومتقدما وديمقراطيا ويحافظ على حقوق الإنسان، بأن طائرات الأباتشي والإف 16 الأمريكية الصنع تقصف بجنود وبقنابل إسرائيلية هذا الرجل وهذا الشيخ الذي لا يتمكن من مساعدة نفسه، وأين الضمير العالمي؟ وتأتي ساعة الفرج والمفاجأة في شهر أكتوبر عام 1997، حيث أفرجت قوات الاحتلال عنه بموجب اتفاق بين الحكومة الأردنية والإسرائيلية تم بمقتضاه الإفراج عن عميلين للموساد الإسرائيلي كانا قد فشلا في محاولتهما اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. خرج الشيخ من السجن إلى الأردن، وكان اللقاء الأول بينه وبين الرئيس ياسر عرفات، ومن الأردن عاد إلى غزة. مئات الآلاف من أبناء الشعب ينتظرون في الطرقات، وملايين العيون في شرق الأرض وغربها تراقب الحدث الجلل. وما أن يطل الكرسي المتحرك من باب الطائرة حتى يغرق الشيخ القعيد بين أيدي الجموع المهللة المكبرة التي تزفه سائرة إلى ملعب اليرموك، ليشاهده الجميع كالقمر الذي أطل بعد طول ظلام. كانت كلماته الخافتة البسيطة أقوى وقعا من كل الكلام، عندما كان يدعو إلى وحدة الصف والكلمة والتأكيد على ضرورة هزيمة الظلم والاحتلال، وأن الصبر مفتاح الفرج. ثم كانت جولته بعد الإفراج عنه في العديد من الدول العربية والإسلامية أكبر دليل على هذا الإكبار، حيث استقبل هناك استقبال الأبطال والعلماء الأجلاء على المستوى الرسمي والشعبي في السعودية وإيران وسوريا والإمارات وغيرها. يا شباب، أنتم القوة وأنتم المستقبل وأنتم حياة الأمة. بالجهاد الزنا وبالقتال الزنا وبالاستشهاد الزنا تم طريق الاستسلام، فهو طريق الذل والهوان وطريق الخزي والعار. بارك الله في جهودكم وتضحياتكم وثباتكم. اندلعت انتفاضة الأقصى في يوم 28 من سبتمبر عام 2000
على إثر تدنيس شارون لحرمة المسجد الأقصى المبارك وإهانته لمشاعر الملايين من المسلمين. وقاد الشيخ أحمد ياسين مجددا الانتفاضة، وكان صمام الأمان لأجنحتها، ووحد المقاومة وجعلها خيارا بديلا عن خيار المفاوضات وتبديد الوقت. لقد عانى الشعب الفلسطيني أقصى ألوان العقوبات الجماعية على يد القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة التي قتلت الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء، ودمرت آلاف البيوت، واقتلعت مئات الآلاف من أشجار الزيتون، واستهدفت كل من يقول للعدو لا. لقد اغتيل الكثير من قادة حماس في هذه المرحلة، وعلى رأسهم جمال منصور وجمال سليم وإسماعيل أبو شنب وصلاح شحادة وإبراهيم المقاتل. ونجا من المحاولة عدد من القادة أمثال محمود الزهار وإسماعيل هنية وشيخ الانتفاضة نفسه أحمد ياسين، الذي ألقت عليه طائرات الـ F-16 أطنان القنابل يوم 6 سبتمبر 2003. تحية لإخواننا الذين سبقونا، تحية للأخ القائد المجاهد صلاح شحادة أبو مصطفى، تحية لشعبنا الذي أنذر هذه القيادات. تحية الناس وعماد عقل، فهؤلاء الشباب الذين سقطوا من أجل فلسطين، من أجل أداء كلمة الله. نعاهدكم أيها الشهداء، نعاهدك أبا مصطفى، أن القافلة تسير، وأن المقاومة مستمرة، وأن الاستشهاد والجهاد مستمر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. للزمان معناه وللمكان، للأرض دلالتها وللسماء، لحظة الميلاد الجديد، فجر يوم جديد، شقشقة العصافير التي انطلقت تملأ محيط المسجد تسبيحا وترجيعا، فضاء يزحف من شرق الأرض إلى مغربها يبشر بطلوع صبح جديد، سكينة ووقار، شيخ على مقعده المتحرك يعود إلى بيته آمنا في سربه من الأنصار والمحبين والفقراء. كنت في صلاة العشاء وجدت الشيخ قاعد على الكرسي هذا، وصلى العشاء وصلينا قيام الليل مع بعض، وبعدين روحنا على البيت، جينا لصلاة الفجر وجدنا الشيخ قدامنا على نفس الكرسي، فأدينا صلاة الفجر سويا، وأخذ ورقة توقيت الصلاة يحفظها، شروق الفجر الظهر العصر كما عادته، كان يحفظ توقيت الصلاة، هذا من عمل الدين، حتى لو أحد سأل الظهر على كم بيأذن يكون عارف، الصبح يكون عارف، يعني كان آخر عمله من عمل الدنيا أنه كان يحفظ مواقيت الصلاة وتواريخ الأيام. فأجينا في الفجر، صلينا الفجر معاه عاديا وسلمنا عليه وتقبل الله وخرجنا. لما خرجنا رجع احد الشباب بيقول يا شيخ انه في طيارات في الجو ودبر حالك، فقال العمر واحد والرب واحد وانا مصر على اني اخرج، فخرج. ما تزال عيون الشيخ شاخصة تناجي رب العباد، ثمة غربان تحوم في السماء، انها طائرات الاباتشي امريكية الصغرى، وبأمر مباشر من رئيس الوزراء الصهيوني شارون الذي أشرف على هذه العملية بنفسه وبتأييد أمريكي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون.
أبيها لوداع الشيخ الجليل، وارتسمت ملامح الدهشة والذهول على وجوه المسلمين في جميع بقاع الأرض، وخرجت المسيرات من المحيط إلى الخليج غاضبة مستنكرة بشاعة جريمة الاحتلال. على مثل أبي محمد فلتبكي البواكي. مئات الآلاف من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال هاموا على وجوههم في شوارع غزة يبكون شيخا حبيبا مهيبا. لم يكن في يوم من الأيام إلا من صناع الحياة، وكان حقه في الحياة وحق شعبه. تدهمه القنابل والطائرات والدبابات التي يقودها الحقد والرذيلة والعنصرية. لم تخف محاولات الاحتلال بالاغتيال، بل زادته إصرارا وتشبثا بموقفه الدائم والصلب أن لا تفريط في شبر واحد من فلسطين، حيفا ويافا وعكا، وأن كامل التراب الفلسطيني وقف إسلامي، لا يجوز التنازل عن ذرة تراب واحدة منه. استشهد الشيخ الجليل مع العشرات من محبيه، وأصيب أبناؤه بجروح بالغة. رحل الشيخ أحمد ياسين، وشاء الله تعالى أن يلتحق به تلميذه وحبيبه ورفيق جهاده وخليفته الدكتور القائد عبد العزيز الرنتيسي، الذي اغتالته الطائرات الصهيونية أيضا بعد 3 أسابيع فقط من اغتيال الشيخ، ليلتقي رفاق الدرب في الجنة إن شاء الله. والله الذي لا إله إلا هو لتدفعن الثمن باهظا يا شارون، ولتظل الذكرى منارة لكل الضامئين إلى الحرية والحق والعدل والعطاء، بحرا متدفق الأمواج. يوم الخميس بعد خاطر اشتغل وقعد لهم وزير الشريف ويا باي